شرح كتالوج شهر 2. الشهر ده عندنا حاجة حلوة جدا ممكن نساعد بيها مؤسسة مجد يعقوب. اي حد هيشتري الميلك اند هاني ان شاور هيقدر يساهم معانا في مساعدة مؤسسة مجد يعقوب. الان شاور ده فيه ميزة حلوة جدا جدا، ده عبارة عن لوشن بحطه على الجسم وانا جوه الشاور بتاعي، يعني انا بغسل جسمي الاول بالشاور جيل بتاعي، بنشف جسمي يبقى مندي، بحط الان شاور على جسمي وبعد كده برجع اشطف جسمي مرة تانية وانشف جسمي. الميزة في ان انا احط اللوشن وانا جسمي مندي، هيحتفظ بالرطوبة اكتر، هيدي لمعة اكتر للجسم، وهيحتفظ بريحة الميلك اند هاني فترة اطول. الشهر ده عندنا اتنين بارفان نازلين جداد، بون تو فلاي. اول حاجة عندنا البارفان الحريمي، هي ليه اسمها بون تو فلاي؟ لان هي كل حاجة منها جاية من بلد مختلفة، هنلاقي الصبار جاية من المكسيك، الكمترا من اليابان، الماجنوليا جاية من اوروبا، فعلشان كده هي اسمها بون تو فلاي. ريحتها حلوة جدا بالفواكه وبالفانيليا الشرقية. كمان عندنا البون تو فلاي الرجالي بالاخشاب المائيه. الحقيقه الاثنين ريحتهم حلوه ولازم تجربوهم. لو اشترينا اي واحده من البون تو فلاي هنقدر ناخد البريسلت ب 54 جنيه، هناخد عليها خصم 75% خصم. كمان لو اشترينا اي اثنين من بون تو فلاي، سواء اثنين حريمي اثنين رجالي او واحده وواحده، هناخد 50% خصم على الاثنين. تعالوا نشوف ايه افضل العروض الشهر ده. اي حد هيشتري ب 200 جنيه من الكتالوج هيقدر ياخد الجورداني جولد الفاونديشن بخصم 55%. الجورداني جولد الفاونديشن الايج ديفاينج مناسب لجميع انواع البشره ما عدا البشره الدهنيه، يبقى اي حد يقدر ياخده ما عدا البشره الدهنيه لانه في نسبه زيوت بترطب البشره. كمان نفس ال 200 جنيه اللي اشترينا بيهم من الكتالوج هنقدر ناخد 50% خصم على الساعه الكلاسيك الجديده. طيب علشان عيد الحب وكل سنة وانتوا طيبين، عندنا مجموعة حلوة جدا نازلة مخصوص لعيد الحب وعرض رائع. هناخد الاسنشال فيرنس الاكتيفالي ديودرن والتندر كير ب 114 جنيه، وده عرض رائع نازل الشهر ده علشان عيد الحب. تعالوا نشوف المنتجات الجديدة الشهر ده. عندنا مجموعة برضو حلوة جدا، النورث فور مان. المجموعة دي معمولة من الفحم. الفحم بينظف تنظيف عميق للبشرة، سواء بشرة الجسم سواء بشرة الوش، فهو عبارة عن تنظيف عميق. بشرة الرجالة مختلفة عن بشرة الستات، بتبقى نسبة الدهون فيها زيادة، هي أسمك من بشرة الستات، فبالتالي بتحتاج عناية مختلفة عن بشرة الستات. عندنا هنا الشاور جيل والغسول بتاع الجسم والوجه زي ما قلنا بالفحم فتنظيف اعمق، كمان فوم الحلاقه وكمان الصابونه، مجموعه حلوه جدا ونازله جديده للرجاله. الشهر ده كمان في ماسكات حلوه قوي. عندنا الماسكات اللوف نيتشر. عندنا اول حاجه ماسك الكاكاو وماسك الورود، والاثنين دول بنديهم للبشره الجافه والعاديه، ترطيب عالي جدا للبشره. عندنا كمان للبشرة المركبة والدهنية عندنا الكلي ماسك، وده مخصوص للبشرة الدهنية، او لو حد بشرته مركبة بحطه في المنطقة الدهنية بتاعتي. اما ماسك البطيخ فده اقدر اديه لأي بشرة، اقدر اديه للبشرة العادية، للبشرة الجافة، للبشرة المركبة. هو ماسك جل ترطيب خفيف. لو انت بشرتك جافة الافضل ان احنا ناخد الكاكاو والزهور، لكن ممكن في الصيف تاخدي البطيخ. لكن لو انت بشرتك دهنية يبقى هيبقى مناسب ليكي اكتر الكلي ماسك او ماسك البطيخ. كمان في الليتشي ماسك، البيل اوف ماسك، ماسك حلو جدا بالليتشي، وفاكهة الليتشي دي مليانة فيتامين سي ففيها مضادات اكسدة. الماسك ده عبارة عن بحطه على البشرة وبسيبه 10 دقايق وبعد كده بقشره، بيتقشر بيتسحب من على البشره. الماسك ده لما بقشره بيعمل ايه؟ بيشيل كل الخلايا الميته، بيدي نضاره للبشره وبينور البشره. كمان الشهر ده عندنا الفلفت باشن، وده بابل باف بدلقه في البانيو بتاعي او ممكن استخدمه كشاور جيل على الليفه بتاعتي، وده برده نازل بمناسبه الفالنتاين.
كمان بي ماي فالنتاين مجموعة كلها بريحة الورد، سواء الهند كريم أو الصابونة، هي كلها ريحة الورود مناسبة الفالنتاين، وطبعا هناخدها ب50% خصم مناسبة نزول الكتالوج. طيب الشهر ده برضو عندنا مجموعة حلوة جدا جديدة، الهير اكس. المجموعة دي للشعر الدهني، عندنا الشامبو وعندنا البلسم، اقدر استخدمه للشعر المتغطي او للشعر المش متغطي، هي بينظف تنظيف عميق للشعر. الناس اللي شعرها دهني هيبقى مناسب ليها جدا. لو انت فروة راسك دهنية وبتعاني من القشرة، هيساعدك انك برضو تتخلصي من القشرة، لانه بيخلص فروة الراس من الدهون الزايدة اللي فيها. عايزين نكبر اكتر فوق الفليم، لازم نركز على مجموعات النوفيج. مجموعة البرايت سوبلاين مجموعة مخصوص سن العشرين فما فوق، ودي لتفتيح البشرة، سواء البقعة نتيجة كلف، سواء البقعة نتيجة الشمس، او نتيجة حبوب قديمة. مجموعة الاي كولاجين، ودي مخصوص للتجاعيد، لو انت عايزة ما يطلع لكيش تجاعيد، او عايزة في نفس الوقت تعالجي التجاعيد بتاعتك، تقدري تستخدمي مجموعة الاي كولاجين، ودي سن التلاتين فما فوق. الالتيميت ليفت سن الاربعين فما فوق، ودي مخصوص علشان تشد البشرة. اما التايم ريستور فدي مجمعة كل حاجة سن الخمسين فما فوق، بتفتح البشرة، بتعالج التجاعيد، وبتشد البشرة. اما المجموعة الرجالي فهي مجموعة حلوة جدا، المنظف هنا برضو معمول من الفحم، وزي ما قلنا الفحم بينظف تنظيف عميق للبشرة. كريم العين هنا كمان معمول من الكافيين علشان يجري الدورة الدموية ويخلص العينين حوالين العين من الهالات. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر فبراير.